جميل للنادي الاهلي. لازم ابدا بحضرتك النهارده، وانا قلت في المقدمه نفسي عدوى النظام، الاحترام، الانضباط، الاختلاف في الراي تبقى عدوى تصل لكل الانديه الرياضيه، والنظافه كمان. حتى قال لنا محمد طه انه بيشيلوا كل الورق وكل حاجات، تعرف النادي بيبقى هيصه دلوقتي. فبتصور النهارده اللي قدمه النادي الاهلي حتى الناحيه الطبيه، حتى الناحيه المعنويه، بالناحيه السلوكيه، والله يا اوسي وانت كنت موجود واحنا اتقابلنا، ما حد على صوته مفيش، يعني حتى الخسرانين كل الاحترام. يعني قول لي بقى وايه استرسل عايزه ايه يفضل قاعد كده؟ هو بيسترسل من غير حاجه. اتفضل يا اوسي. يوم للتاريخ، للتاريخ يوم صحيح. لا ينسى في تاريخ النادي الاهلي. ليس لمجرد ان عمليه انتخابيه تمت، ولكن لان هذه عمليه انتخابيه استثنائيه. استثنائيه لان الكل وثق في الكابتن محمود الخطيب وقائمته فعزفوا عن دخول الانتخابات. دي ثقه كبيره جدا. استثنائيه لان الجمعيه العموميه اللي عارفه ان الانتخابات منتهيه وان الانتخابات محسومه للكابتن محمود الخطيب تقريبا ومعظم اعضاء قائمته، ورغم ذلك اقبلوا اقبالا شديدا منذ الساعات الاولى من الصباح وفتح باب الترشح. انا كنت هناك من 10 ونص الصبح، فرايح متخيل ان الدنيا هاديه جدا وجميله جدا، وهخش ادي صوتي في 5 دقائق. رحت لقيت النادي مليان من 3000 4000 واحد. الحقيقه مشهد حضاري. هو ما حدث اليوم هو مظاهره في حب النادي الاهلي، مظاهره في حب الكيان. دول اعضاء النادي الاهلي ودي قيمه النادي الاهلي اللي طالعين يوجهوا رساله ويقولوا ان احنا في ظهر المجلس ده وبنحب الراجل ده وبندعمه وبنوجه له رساله شكر على اللي عمله على مدار الاربع سنين. هل الخطيب يستحق ده؟ نعم الخطيب يستحق هذا، لان كابتن الخطيب الحقيقه حقق ما وعد به، وده مش كلام. هات البرنامج اللي الكابتن الخطيب اعلنه من 4 سنين في 2017 اواخر 2017 في اكتوبر وفي نوفمبر 2017 وحطه على كل اللي تحقق، ستجد ان الكابتن الخطيب حقق كل ما وعد به وزياده. ويمكن الكابتن الخطيب لولا انه فعل هذا ما كانش طلع عمل كشف حساب قبل العام المؤتمر الكبير اللي عمل كشف حساب قبل فتح باب الترشح. الحقيقه كابتن الخطيب حقق كل ما وعد به، فكانت الناس جايه بتقول له احنا بنشكرك، احنا انت عملت اللي عليك وزياده. ان احنا بالرغم انك انت تقريبا ناجح من قبل ما تدخل الانتخابات حتى قعدت في البيت، لكن احنا برضو جايين عشان نوجه لك الرساله دي ويوجهها لمصر كلها. الاهلي النهارده وجه رساله لمصر كلها في الحب والتقدير والاحترام، في النظام، في الادب، في الاخلاق، في كل حاجه. الحقيقه كان يوم جميل جدا، كان يوم يعني الحقيقه يعني اتمنى ان الانديه تاخد الاهلي كنموذج وتشتغل عليه كده. لا شفنا حد غلط في حد، ولا حد تجاوز في حق حد، ولا حد حصلت اي مشكله داخل الانتخابات. يعني اقوى المنافسين كان اعترفنا كلنا، كان خالد الدرندلي مع خالد مرتجي، ودي المعركه الكبرى كانت موجوده. على فكره كانت النتيجه هتطلع مفاجاه، كان واقف النتيجه هتطلع مفاجاه، الارقام هنشوف الارقام اكيد ان شاء الله يا رب تطلع واحنا مع حضرتك ونحللها اكتر. الفرق كبير. يعني ده الفرق كبير لان قائمه الكابتن محمود الخطيب ده صحيح. فالناس رايحه تقول لمحمود الخطيب احنا معاك في كل الاتجاهات ايا كان الامور. فتحيه وتقدير لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي عبروا كمان مش عن انفسهم، ده عبروا عن ملايين من جماهير النادي الاهلي اللي هي كانت قاعده منتظراهم، وان هم اللي هم اللي بيمثلوا، هم اللي بيختاروا مجلس الاداره يعني. فالتحيه ليهم الحقيقه، وتحيه للكابتن محمود الخطيب لقائمته اللي نجحت باكتساح في الانتخابات.